السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة النقاش الأونلاين الثانية لينا مع تسجيل المحتوى مع كروسريف. إن شاء الله في حلقة النقاش الأونلاين الثانية لينا النهاردة هنتكلم عن أفضل الطرق وأسهل الطرق إزاي أقدر أسجل المحتوى الخاص بي مع كروسريف. أنا محمد مصطفى، سفير مؤسسة كروسريف في منطقة الشرق الأوسط. إن شاء الله في الويبينار اللي فات أو في حلقة النقاش الأونلاين الأولى اتكلمنا، كانت مقدمة عامة عن خدمات المؤسسة، عن مختلف الخدمات اللي بتقدمها مؤسسة كروسريف. إنما في الحلقة دي إن شاء الله في حلقة النقاش الثانية إن شاء الله زي ما قلنا المرة اللي فاتت هنبدأ نتطرق لكل خدمة بتقدمها المؤسسة بشرح مفصل. فهنبدأ النهاردة مع طريقة تسجيل المحتوى أو الكونتنت ريجستريشن، إزاي أفضل الطرق إن أنا أسجل المحتوى الخاص بيا مع كروسريف. طبعا في البداية عشان أسجل أي محتوى أو عشان أستفيد بأي خدمة بتقدمها المؤسسة، المفترض إن أنا هكون ممبر أو عضو في المؤسسة. فبيطلب مني إن أنا أقدم طلب عضوية للمؤسسة، سواء أنا كنت دار نشر تابعة لأي جامعة في المنطقة العربية أو أي كنت دار نشر عادية هادفة للربح. فبقدم طلب عضوية عشان أقدر أستفيد أو أستخدم مختلف الخدمات اللي بتقدمها المؤسسة. طلب الممبرشيب أو الأبليكيشن بيكون طلب مبسط جدا، بيكون فيه اسم المؤسسة وبيطلب منك الموقع الإلكتروني الخاص أيضا بالمؤسسة، بالإضافة إلى مجموعة من عنوان. طبعا المؤسسة ده شيء مهم واساسي، بالاضافه الى بيزنس كونتاكت او حد انت بتعينه ان هو يكون مسؤول عن الدعم الخاص بالمؤسسه، بالاضافه ايضا الى شخص مسؤول او الفريق الدعم الفني اللي هو مسؤول عن اي مشاكل فنيه او تقنيه ممكن تقابلك، بالاضافه ان انت بتدفع المصاريف الخاصه بالاشتراك. كل التفاصيل اللي احنا بنتكلم عليها موجوده على الموقع الخاص بكروسريف، سواء التفاصيل الخاصه بمصاريف العضويه crossref.org، هو ده الموقع الرسمي، ممكن تقدر تروح وتزوره هتلاقي كل التفاصيل متاحه عليه. الخطوات الاولى بمجرد تسجيلك مع المؤسسه او تفعيل العضويه الخاصه بيك، ان بيتم تحديد بريفكس خاص بيك او بادئه خاصه بيك، وبيتم تزويرك باسم مستخدم ورقم سري تقدر من خلالهم تستخدمهم في ايداع او تسجيل المحتوى الخاص بيك مع كروسريف. فده شيء مهم جدا، بيتم تحديد بادئه خاصه بيك بالاضافه الى تزويرك برقم الرقم السري واسم دخول خاص بيك كمستخدم. هنبدأ أول حاجة مع البادئة أو بالإنجليش بيسموها prefix. البريفيكس يمكن استخدام بادئة واحدة لكل المحتوى اللي أنت بتنشره. على سبيل المثال أنا دار نشر جامعية، أنا عندي أكثر من 10 أو 15 مجلة، فكل المجلات اللي أنا بتصدرها هذه دار النشر الجامعية أو سواء أي ناشر ممكن يكونوا تحت مظلة بادئة واحدة أو prefix واحد. ايضا ما فيش اي حد اقصى لاصدار الديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير او معرفات الرقميه، وما فيش ايضا اي حد ادنى مطلوب منها. شكل البادئه اختلف من اول سنه 2012 الى الان مقارنه بالشكل السابق. في البدايه كانت عباره عن اربع وحدات، زي على سبيل المثال الرقم الموجود معانا 1 او 1 0 دوت او نقطه 4 4 4. بعد كده من أول 2012 بقى فيه خمس وحدات مختلفة، زي رقم 10 دوت 5 5 5 5. فرقم البادئة تطور من أول 2012 إلى الآن، هو عبارة عن بريفكس أو بادئة بيتم تحديدها ليك أنت كناشر، يكون ليك مطلق الحرية في استخدامها، ويكون كل المحتوى اللي انت بتنشره بيكون تحت مظلة هذه البادئة. فده رقم مهم جدا ويعتبر زي اي دي او معرف ليك. هنبدأ ننتقل لشكل الديجيتال اوبجكت ايدنتيفايرز او شكل المعرفات الثابته اللي احنا بنقدر نحصل عليها. طبعا واضح في الالوان امام حضراتكم في ثلاث اجزاء او ثلاث الوان مختلفه. الشق الاولاني doi.org، ده دليل doi وهو ده المعرف او قاعده البيانات الاساسيه اللي بيتم التوجيه ليها. وفي الشق الثاني اللي معانا اللي هو 10.1006، ده بنسميه احنا البادئه اللي احنا كنا بنتكلم عليها، وده بيرمز للناشر. كل ناشر بيكون له بادئه مختلفه عن الاخر. الشق الاخر او السافكس او اللاحقه
اللي هو من اول JMPI.1995.0238 ده بيحدده الناشر، فده بيكون تحت مسؤولية الناشر. وهنشوف أيضا نصائح أو توجيهات إزاي أقدر أحدد السافكس أو اللاحقة الخاصة بيا. طبعا إجمالي هذا الرابط الإلكتروني اللي هو doi.org/10/JMPI/1995.0238 هو ده بيمثل المعرف للمقالة البحثية اللي أنا بستخدمها، ودايما بيشير إلى العنوان المراد التسجيل إليه. هننتقل للشق الثاني، الرمز اللاحق أو الشق اللاحق اللي كنا بنسميه السافكس. طبعا في نصائح لطريقة عمله، كل ناشر ممكن يحدده بالشكل اللي بيفضله. في بعض الناشرين بيستخدموا الاختصار الخاص بالدورية زي جي ام بي اي على سبيل المثال، في بعض الناشرين بيحبوا يحطوا الارتكل اي دي او المعرف الرقمي الخاص بالمقالة، بس طبعا يفضل ان هو دايما يكون متسق، يفضل ان هو دايما يكون شكله مبسط، يفضل ايضا ان هو يكون قصير. تفاصيل اكتر عن السافكس وازاي اقدر اسجلها وازاي اقدر اشكلها وايه الاشكال الافضل اللي انا ممكن استخدمها متاحة على support.crossref.org، على الرابط اللي موجود امامكم، وده الرابط ده هيكون عليه كل التفاصيل الخاصة بتشكيل السافكس الخاصة بيا. طبعا دي بعض الارشادات بتقدمها كروسريف لطريقة عرض الروابط المعرفات الإلكترونية أو الـ DOIs. طبعا دايما بتنصح ان انت لما تيجي تعرضها سواء في الـ PDFs او في الـ HTML pages الخاصة بيك، دايما تعرضها بشكل مترابط ومتكامل. دايما اعرضها كرابط إلكتروني كامل. على سبيل المثال في بعض الناشرين ممكن يعرض الشق الأول السافكس والبريفكس فقط، ده مش مفضل. دايما اعرض الرابط بشكل متكامل وخليه دايما قابل للضغط، بمجرد اضغط عليه يقوم بتوجيهي الى الصفحة الخاصة بالمقالة او بهذا المحتوى، فده دايما اللي بننصح بيه. ايضا في معلومة مهمة جدا، دايما الشق دلوقتي الخاص بموقع مؤسسة الـ DOI كان في وقت سابق كان dx.doi.org، ده شكل القديم. فطبعا الشكل الجديد دلوقتي تقدر تكتب المعرفات الإلكترونية الخاصة بيك من غير الشق الخاص بـ DX. فدايما الشق المثالي او الشكل المثالي لرابط الـ DOI هيكون doi.org/10.1629/2216 على سبيل المثال. طبعا الشق الخاص بـ 22161 ده ممكن يتغير، ده الشق الخاص بالناشر، ممكن يغيروا، يمكن يجعلوا يتضمن الشق او المختصر اختصار المجلة او الدورية وبعد ذلك الرقم المقالة، فده بيقدر يتحكم في الناشر بكل سهولة. ايضا الشيء المهم جدا اللاندنج بيج او صفحة الاستقبال باللغة العربية اللي بيتم تحويل اليها هذه المعرفات، ده شيء مهم جدا. دايما احرص ان تكون صفحة الاستقبال الخاصة بمعرفاتك الإلكترونية بتحتوي على كل المعلومات أو كل التفاصيل. دايما اعرض الـ DOI الخاص بيك على شكل URL أو شكل رابط متكامل زي ما وضحنا في الإرشادات اللي قبل كده، لأن ده بيساعد في سهولة الوصول إلى المحتوى الذي تقوم بنشره، ودايما بيسهل أيضا الوصول إلى النص الكامل الخاص بيك. فده شيء مهم جدا إن أنت تصمم صفحة الاستقبال الخاصة بيك بشكل يكون غني بالمعلومات والبيانات الوصفية زي ما هنشوف بشكل مفصل بعد شوية. إيه الأشياء اللي أنا ممكن أسجلها أو أسجل وأستخدم الـ DOIs ليها؟ طبعا أشياء كتيرة جدا، ممكن المجلات، الكتب، فصول من الكتب أيضا، وقائع المؤتمرات وده شيء مهم جدا، قواعد البيانات، الأطروحات سواء كانت رسائل ماجستير أو دكتوراه أقدر أعين ليها أو أسجلها عن طريق معرفات رقمية، أيضا التقارير وبعض الأشياء الخاصة بالمعايير، ومؤخرا حتى من فترة قريبة جدا أقدر أنا كناشر سواء كنت ناشر جامعي أو خلافه أقدر أسجل البير ريفيو ريبورتس، أقدر أعين ليها
دي او اي واستخدم ليها دي او اي، وده شيء مهم جدا. فطبعا اشياء كثيره جدا يمكن استخدامها او ان انا اسجلها. الشق الاساسي في عمليه التسجيل هو البيانات الوصفيه. البيانات الوصفيه الخاصه بيك دايما احرص انها تشتمل على كل شيء، كل شيء او كل التفاصيل الخاصه بيك حاول تكون متضمنه في الملفات اللي بترفعها، بداية من أسماء المؤلفين، بداية من أسماء من اسم الدورية، بداية من عنوان المقالة. حاول تحرص على إضافة أرقام المجلدات ورقم العدد، التواريخ. التواريخ شيء مهم جدا. تاريخ النشر حاول إن هو يكون موجود، التاريخ اللي تم استلام فيه البحث، التاريخ اللي تم الموافقة فيه على نشر البحث اللي هو received and accepted dates. التواريخ دي مهمة جدا. احرص على إن أنت تضيف الانتماءات أو العناوين الخاصة بالمؤلفين. في حالة المجلات أو الدوريات احرص على أن أنت تستخدم ISSN. في حالة الكتب احرص أن أنت تستخدم ISBN. فكل البيانات الوصفية دي ينبغي على أي ناشر أن هو يكون متضمنة في ملف الدو أي عند تسجيل البيانات. ايضا في مجموعه من البيانات الوصفيه الاخرى اللي احنا بنشجع الناشرين في منطقتنا العربيه ان هم يبداوا يستخدموها او يسجلوها عند تسجيلهم لمحتواهم مع كروس ريف، زي قائمه المراجع الريفرنس ليست اللي دايما بتبقى موجوده في اخر كل بحث. يمكن ليك ايضا كناشر ان انت تقوم بايداعها في قاعده بيانات كروس ريف. ايضا المعلومات الخاصه ببيانات التمويل اوركيد ايديز. اوركيد ايديز دي مهمه جدا. كل اوثر وكل ناشر المفروض يكون عنده معرف اوركيد، ده مهم جدا. بيانات عن الترخيص الخاصه بيك الكوبي رايت واللايسنسنج انفورميشن دي مهمه جدا ايضا في التسجيل، بالاضافه الى مجموعه كل البيانات الوصفيه اللي تقدر كناشر تضيفها. يفضل جدا بشكل مهم جدا ان انت تكون ترفقها مع البيانات الوصفيه المهمه الاخرى اللي اتكلمنا عنها في الفقرة اللي قبل كده عند تسجيلك للمحتوى مع كورس ريف. طبعا أهمية الموضوع ده إن هو بيحافظ على محتواك المسجل، ده شيء مهم جدا إن أنت كناشر تقدر تحافظ على المحتوى اللي أنت بتسجله، تقدر ترفق لهذا المحتوى كل البيانات الوصفية الخاصة بهذا المحتوى. ده بيساهم في سهولة الاكتشاف والوصول إلى المحتوى الذي تقوم بتسجيله، فده شيء مهم جدا ليك كناشر إن أنت تشتغل وتبدأ عليه. طبعا قاعدة بيانات كورس ريف بتحتوي على ملايين الملايين من الجورنال ارتكلز أو المقالات الخاصة بالمجلات والدوريات، بالإضافة إلى الكتب، قواعد البيانات الضخمة زي الداتا سيتس. فده مهم جدا جدا ان انت تقوم بإيداع بيانات وصفية جيدة متضمنة لكل التفاصيل المتاحة زي ما شرحناها قبل كده. نيجي بقى لشيء مهم جدا اللي هو طرق الإيداع. ازاي اقدر اقوم بإيداع المحتوى؟ انا عندي المحتوى خلاص نشرت، الدورية نشرت العدد رقم 5 الخاص بيها في المجلد السابع مثلا، فازاي اقوم بإيداعه؟ ده هيحتسب على طريقة النظام اللي انت بتستخدمه. على سبيل المثال ملف الإيداع بيكون ملف XML بسيط جدا، بتقدر تستخدم وقتها نظام الإيداع اليدوي اللي موجود على الرابط اللي موجود أمامكم دلوقتي في السلايد apps.crossref.org/webdeposit. ممكن تقدر تستخدمه لو انت ناشر بتستخدم نظام الأوبن جورنال سيستم أو الـ OGS. أيضا يمكنك بكل بساطة وسهولة ان انت عن طريق الـ OGS تقوم بعملية export لهذا الفايل الـ XML وتقوم بإيداعه في قاعدة بيانات كروس ريف. ايضا لو ممكن تستخدم دي خدمة مؤخرا تم اطلاقها، مدير البيانات الوصفية الجديد، وده او الميتا داتا مانجر. دي خدمة جديدة جدا تم اطلاقها من المؤسسة، بتساعد الناشرين في تسجيل محتواهم بكل سهولة مع كروس ريف. إنشاء الـ XML أو إيه الـ content أو المحتوى الموجود داخل الـ XML ده بيتطلب بعض طبعا الإخوة والأخوات اللي من القسم الخاص بالدعم الفني أكيد فاهمين المحتوى الخاص بكروس ريف سكيما أو خطة كروس ريف. هي مجموعة من القواعد لهذا الـ XML file أو الطريقة الـ structure لهذا الـ XML file
حتى نقوم بإيداعه داخل قاعدة بيانات. ده شيء مهم جدا. كل التفاصيل دي موجودة على الويب سايت الخاص بكروسريف.org، تقدر ترجع عليها وتطرق أكتر لمعرفة ايه هي كروس ريف سكيما، ما هي المكونات الاساسيه لكروس ريف سكيما، بلس الشق الخاص بالتوثيق او دوكيومنتيشن باللغه الانجليزيه الخاص بهذه السكيما. فده شيء مهم جدا. بعد كده بتقوم بالولوج او الدخول على نموذج الايداع الموجود على شبكه الانترنت، اللي هو في الاغلب اللي احنا اتكلمنا عنه بيكون عندك رابط تسجيل او اسم مستخدم بالإضافة إلى رقم سري تقدر تستخدمه عند إيداعك بعد اشتراكك مباشرة، بيتم توفير المعلومات دي فتقدر تستخدمه عند إيداعك للمحتوى. أو ممكن أيضا عن طريق الـ Open Journal System تقدر تستخدمه أو تقوم أيضا بإيداع، لأن موجود فيه صفة أو خاصية تقدر تستخدم من خلالها خاصية إيداع المحتوى. بعد الإيداع بيتم معالجة الطلب الخاص بيك وانتظار رسالة. الرسالة دي بتحتوي محتوى من اتنين، إما تم النجاح وتم تخصيص المعرفات الرقمية بنجاح، وفي الحالة دي تقدر تستخدمها وتشاركها مع الباحثين أو كل الناس، أو في أي مشاكل موجودة فدايما بيجي لك مسج أو رسالة بتكون تحتوي على السبب، فممكن تقدر تعالج السبب ده في حالة أي مشاكل تقنية. ممكن تبعت المشكلة التقنية دي support@crossref.org، ده الرابط الخاص بفريق العمل وتقدر تستخدم من خلالها المحتوى ده. طبعا أحد أحدث الخدمات كانت مدير البيانات الوصفية أو الميتا داتا مانجر، دي كانت نسخة تجريبية نزلت، دي أيضا ممكن تستخدمها، هي متاحة على الرابط اللي موجود أمام حضراتكم crossref.org/meta-data-manager. ممكن تستخدمها، إن هي بتساعدك، هي عبارة عن مجموعة صفحة ويب مبسطة جدا تقدر من خلالها تضيف المحتوى أو اللي أنت محتاج تسجله. طبعا زي ما أنت شايفين إيه نوع المحتوى اللي هيظهر، وهيطلب منك إن أنت تبدأ تملى مجموعة من البيانات أو تقوم بتعبئة مجموعة من البيانات زي البرنت ديت أو الأونلاين، تاريخ الأونلاين أو التاريخ اللي تم فيه موافقة على نشر هذه المقالة، أول صفحة آخر صفحة، بتملى مجموعة البيانات أو تقوم بتعبئة مجموعة البيانات، وفي النهاية بتروح ل مكان الإيداع أو الديبوزيت كارد تقدر تقوم بإيداع المحتوى الخاص بيك. كل ده في النهاية بعد ما تقوم بالإيداع بنقدم لك إحنا في كروسريف خدمة participation reports أو تقارير المشاركة، اللي بتبدأ من خلالها أنت تشوف جودة المحتوى اللي أنت سجلته الخاص بيك. كروسريف participation report available على الروابط اللي موجودة أمامنا دلوقتي، فممكن تقدروا تدخلوا عليها وبكل سهولة بمجرد ان انت عضو او حتى من غير عضوية ممكن تبدأ تقوم بعملية البحث عن الاعضاء الاخرين. طبعا مزاياها للاعضاء ان هي بتسهل اكتشاف البيانات الوصفية اللي الاعضاء بيسجلوها. اقدر انا كناشر اكس وفي ناشر واي، فانا اقدر اشوف ناشر اكس مدى جودة البيانات الوصفية اللي بيقوم بيدعها، ناشر واي يقدر يشوف جودة البيانات الوصفية لاي ناشر اخر. اقدر اشوف مدى التطور وازاي اقدر اقدم الافضل او بيانات وصفيه افضل وادق في المجال اللي انا شغال فيه. طبعا ده بيسهل ايضا الحصول في المعرفه او الوصول الى المعرفه بشكل عام. مميزات عامه ان انا بقدر اشوف او اشاهد اللي الاعضاء بيسجلوه، البيانات الوصفيه اللي بيسجلوها. اقدر اتابع ويكون عندي متابعه مستمره لتطوراتهم، هنشرح الشق دلوقتي جاي بالتفصيل. فأقدر أيضا أفهم جودة البيانات الوصفية للأعضاء وإيه الأشياء اللي أنا مطلوب مني أتابعها عشان أحسن من جودة البيانات الوصفية الخاصة بيا. أيضا أقدر أتابع نتائج المنافسين أو الناشرين المنافسين. ده الشكل التفصيلي لـ Participation Reports، إزاي أقدر أشوف البيانات. مجرد ما أكتب اسم الناشر أو اسم العضو اللي انا محتاج اشوف جوده بياناته الوصفيه بتظهر لي هذه النافذه. في الحاله دي احنا بنتكلم عن الدوريه اليابانيه Journal Society of Applied Physics، واقدر اشوف مجموعه من 10 مكونات بيمثلوا 10 اقسام مختلفه من البيانات الوصفيه. قوائم المراجع الريفرنس، الاوبن ريفرنس هل هو الناشر ده بيقوم باتاحه الريفرنس او المراجع الخاصه بيه ولا لا، معرفات اوركيد،
معلومات عن بيانات التمويل، معلومات عن الجوائز، هل هذا الناشر يقوم باستخدام خدمة كروس مارك؟ هل يقوم الناشر أيضا بإيداع الفول تكست يو ار ال أو روابط للمحتوى الكامل؟ هل بيقوم بإيداع معلومات عن الترخيص؟ وأقدر أشوف النسبة لكل شق من هذه ال10 أجزاء، أقدر أشوف النسبة اللي الناشر بيتكلم عنها أو اللي الناشر بيقوم بإيداعها، فأقدر أقيم جودة المحتوى الخاص بهذا الناشر. في الحالة دي على سبيل المثال، هذا الناشر لا يقوم بإتاحة الأوبن ريفرنسز أو لا يقوم بإتاحة البيانات الخاصة بالريفرنسز الخاصة بيه، فده أقدر أشوفه. طبعا عندنا مثال تاني سبرينجر نيتشر، فأقدر أشوف مثلا جودة البيانات الخاصة بيه عن طريق مختلف الأقسام، وأقدر أتابع وأشوف مدى جودة البيانات الوصفية، وممكن أغير هنا التفاصيل سواء نوع، هل هو فصل من كتاب أو كتاب أو داتا سيت أو مقالة في تم نشرها في بحث، وأقدر أيضا أتابع هنا كل التفاصيل موجودة. وتقدر بكل بساطة تغير اسم الناشر من هنا وتكتب أي ناشر أنت محتاج تعرف جودة بياناته الوصفية، وبكل سهولة تقدر تصل لهذه المعلومات متاحة للجميع عن طريق خدمة كروسريف بارتيسيبيشن ريبورتس أو روابط تسجيل المحتوى. طبعا مميزات ان انا اشارك البيانات الوصفيه الخاصه بيا، ده بيسهل اكتشاف اكبر للمحتوى الخاص بيك، فانا بدعو كل الناشرين في منطقتنا العربيه سواء ناشرين هادفين للربح او ناشرين مرتبطين بجامعات او مؤسسات اكاديميه وبحثيه، ان هم يسجلوا ويعملوا على ان هم يوفروا اكبر كميه ممكنه من البيانات الوصفيه الخاصه بيهم، لان ده هيسهل اكتشاف اكبر المحتوى الخاص بيهم. ايضا ده هيسهم اكتر ان وصول المحتوى بتاعهم لخدمات اكتشاف او اندكسنج داتابيزز اكتر، ده ايضا بيساهم. ودايما بيكون في روابط بيكون متاح لمجرد فقط الصفحه اللي بتحتوي على البيانات الوصفيه وليس المحتوى بشكل كامل، في حال ان انت كنت بتعمل بنظام اللي هو الاشتراكات للاطلاع على الابحاث. فدي دعوة لكل الناشرين في منطقتنا ان هم دايما يسجلوا كل البيانات الوصفية الخاصة بيهم، لان ده بيضمن جودة اكتر للمحتوى اللي بيقوموا بايداعه. طبعا النهاردة كده احنا استعرضنا بشكل كامل ازاي اقدر اسجل المحتوى وايه اهمية تسجيل المحتوى وايه المحتويات اللي انا ممكن اسجلها. ففي الشق الاخير لو في اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار انا اكون تحت امركم، لو في اي سؤال ممكن تكتبه في التشات بوكس الموجود معانا. شكرا جزيلا لحضراتكم.